مرحبا بمجلة سيداتي، عندي هذا النهار في البيت. غنقدموا هذا النهار واحد الوصفة اللي هي معروفة في المنطقة الشرقية. هذه الوصفة هي بركوكش اللي كنقدموها واللي كتقدم خاصة في بعض المناسبات، مثل عيد المولد النبوي، مثل الزيادة ديال المولود الجديد، وأيضا بمناسبة يعني قدوم شهر رمضان تنقدموها حتى في شهر رمضان عوض الحريرة في بعض الحالات. هذه الوصفة اللي هي بركوكش كتعتمد على بركوكش اللي هو هذا اللي ما تيعرفوش، هو داير بحال الكسكس غير هو عرض منه. و نورمالمون كاين جوج ديال الاشكال، كاين طبيعي اللي كيتفتل باليد، وكاين اللي كيتفتل بلا ماشين اللي كاين في المحلات. طبعا دابا كيكون في جميع المتاجر كتقدروا تلقاو بركوكش حاليا، ولكن مثلا هذا مصنوع باليد، كيكون بالطحين، بالطحين ديال القمح، تيكون يعني صحي اكثر من اللي تيكون من لافارين. اذا نمر الى المقادير. دونك كنحتاجوا في هذه الوصفه 300 غرام ديال بركوكش، يعني على حساب شحال غيكون عندك ديال الناس. حنا دابا غادي نمشيو على اساس غنقدموا واحد الوصفه بوغ 300 غرام ديال على 300 غرام ديال بركوكش. دونك عندنا 300 غرام ديال بركوكش، عندنا 250 غرام ديال اللحم مقطع مرصويات. وهنا نشير الى واحد النقطه مهمه، انه بركوكش يا اما كيتقدم باللحم اولا بالقديد. القديد اللي تنديرو في العيد يعني تيجي حتى بالقديد تيجي زوين بزاف. دونك عندنا الحالات الاثنين، يا اما باللحم يا اما بالقديد. عندنا بصله كبيره مشلضه، جوج ديال الطماطم اللي غادي يكونوا محكوكين اولا مطحونين، عندنا شويه الحمص او اللي بغى يزيد حتى الفول هذاك حتى هو ممكن، يعني يا اما الحمص بوحدو يا اما الحمص والفول. وطبعا هناك كويس ديال الزيت، من الاحسن تزيد معاه واحد شويه زيت البلديه. دونك كتخدير شويه زيت الروميه وشويه زيت البلديه في الاول. كنشحروا اللحم مع البصله مع شويه الزيت، شحروا مزيان، تنضيفوا لهم مطيشه محكوكه، تنضيفوا الحمص، وتنزيدوا لها التوابل اللي هما شنو هما التوابل. عندنا القزبر والمعدنوس، طبعا عندنا الثومه، عندنا الملحه، كاين الابزار، كاين سكينجبير، التحميره، الخرقوم، وكاين الكمون، وكاين واحد العطريه اللي هي مهمه كنستعملوها في المغرب الشرقي اللي هي الكبابه والكرويه. هاد التوابل تيعطيو واحد النكهه زوينه لجميع يعني الشوربات. وكما قلت ملي تنشحروا البصله مع اللحم ومطيشه وداكشي، كنديروا التوابل الجميع اللي ذكرت سابقا، وكنعمروا الماء. كنديروا هي من الاحسن كتستعمل في الكوكوت، لا كوكوت مينوت، احسن نستعملوا الكوكوت مينوت. دونك كنعمروها بالماء ونخليوها حتى تطيب، داك المقادير كاملين تيطيبوا لداخل بحال الحريره، حتى كيطيبوا جميع التوابل. حنا الحريره تندوروها بالطحين، هذه تندوروها بالبركوكش في الاخير، كندوروها بالبركوكش. ولكن الاهم شيء هو التحضير في البركوكش. ملي كتبغي تدور بركوكش تبقى دير غير بشويه تحرك، مهمه عمليه التحرك، يعني خص ترمي بشويه بركوكش وما تحبش بالتحرك، بشويه 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 باش ما يلصقش في القدر اللي تحت. هو هادشي اللي كاين. وفي الاخير كنزيدوا شويه ديال السملحه باش كتعطي ديك النكهه، وتنقدموا الطبق ديالنا. هو دائما تيكون طبق عائلي يعني يؤكل مع العائله. كنشكركم وكنشكر سيدتي ومجلة سيدتي، وان شاء الله في وصفه اخرى اشكركم جدا.